عندنا شوية فراولة هنعمل بهم ايه يا ام سمر؟ يلا بينا ناخدهم تحت الحوض ونغسلهم كويس جدا جدا، نتخلص من الرمل اللي موجود في الفراولة. بعد كده هنعملهم شوية مربى حكاية على طريقة المصانع. جبت المربى بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اقطعها قطع صغيرة، واهم حاجة شيل الوردية دي بالجزء اللي تحت اللي هو الفاتح او الاخضر، هنشيله كده عشان احنا عايزين المربى بتاعتنا تبقى حمراء وتبقى شبه الجاهزة بالظبط. النهاردة هنعملها على طريقة المصانع، طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، وهتقعد عندك من السنة للسنة مش هتتغير طعمها ولا شكلها. مكون واحد وهقولكوا عليه تبع الوصفة للآخر. معنا كيلو فراولة قطعناه وعليه نص كيلو سكر، وهنبتدي نقلبه كده كويس جدا، قلبي 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 لما يتجانس مع بعضه. بعد كده ايه يا ام سمر حبايبي؟ خلاص كده قلبناه، هغطيه وهبيته لتاني يوم. زي ما انتوا شايفين كده الخليط كله تجانس مع بعضه، هنغطيه بقى كده ونسيبه لتاني يوم. بعد كده هنكمل الوصفة بتاعتنا. كده سيبناه بقى زي ما انتوا شايفين لتاني يوم، ورجعنا وصبحنا وتصبحوا على وتصبحوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلب الخليط كله نزل المية او العصارة بتاعته، شايفين هو يتاكل كده لوحده وبدون اي حاجة. هنرفعه بقى على النار عشان نكمل الفراولة. شايفين حطيناه على النار، ساعة ما يجي يبتدي يغلي هنهد النار عليه وهنسيبه يستوى على نار هادية، ما احنا عايزين نعمله على طريقة المصانع. شايفين كل ما يغلي معاك يديكي حمار اكتر ويديكي قوام كأنك جايباها جاهزة بالظبط. هنبتدي نشيل الريم او الوش اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، وهنبتدي نقلب برضه. ايدك فيه كل خمس دقايق ارجعي وقلبيها عشان ما تلسعش منك. معانا ايه؟ معانا المادة الحافظة، المادة الحافظة اللي هي الليمونة. الليمونة دي اللي هتحافظ لي على المربى بتاعتي طول السنة. هنعصر ليمونة كده كبيرة، وبعد كده اجيب الهراسة بتاعتي وابتدي اهرس، لان انا مش عايزة افرمها في الخلاط. ليه بقى يا ام سمر؟ عشان يبقى فيها قطع الفراولة شبه الجاهزة بالظبط. اي فراولة احنا بنجيبها مربى فراولة دايما بنلاقي فيها قطع الفراولة بيبقى طعمها جميل. سيبها لما تبرد تماما، وبعد كده هنعبيها في البرطمان. شايفين شكلها ولا طعمها ولا قوامها؟ حاجة كده فاخر من الاخر بجد، ما تشتريهاش خالص، اعمليها في البيت سهلة وبسيطة، وهتعملي كمية تقضيكي طول الشهر لو انت حابة، وممكن تقضيكي طول الاسبوع. يعني برطمان زي ده ممكن يجيبك طول الاسبوع انت واولادك. شايفين شكلها؟ شايفين يا بنات القوام؟ شايفين حاجة كده بسم الله ما شاء الله، وحاجة نظيفة، وحاجة عاملاها في بيتك بكل سهولة وسهلة وبسيطة واقتصادية. ويعني مقادير مفيش مقادير، سكر وفراولة وعصرة ليمون عشان نحافظ عليها. ودي كانت وصفتنا النهاردة، ما تنسونش بقى في اللايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.